ملخص كتاب من الذي حرق قطعة الجبن الخاصة به للكاتب سبنسر جونسون. سوف نعيش مع هذا الكتاب ونكتشف أنفسنا من خلاله. فالكتاب يحتاج منا إلى قراءة ما وراء السطور وفهم المعنى الحقيقي الذي يقصده الكاتب من وراء كل عبارة. فالكتاب عبارة عن قصة بسيطة بمعاني عميقة، فعليك عزيزي القارئ أن تستمتع وتتعلم. ليس الكتاب فقط هم من يكتبون الكتب التي نتعلم منها ونستفيد، بل الأشخاص أصحاب التجارب الناجحة أيضا لديهم القدرة على صياغة هذه التجارب لكي نتعلم منها أثناء رحلتنا في الحياة. رموز الكتاب: قطعة جبن كبيرة ولذيذة. يرمز الكاتب بها إلى معطيات الحياة أو الأهداف المحققة بالفعل. الفئران والقزمان: أبطال القصة ويمثلوا أنماط البشر في تعاملهم مع هذه المعطيات والأهداف. موقع أحداث القصة: المتاهة التي ترمز إلى الحياة التي نعيشها. القصة: كان هناك فئران يدعيان سنيف وسكوري يعيشان داخل متاهة، وكان معهم في نفس المتاهة قزمين هاو وهيم. كانت حياة الكل مستقرة، يعيشون في هدوء وطمأنينة، وكان لديهم مخزن مليء بالجبن يذهبون له كل يوم ويأكلون منه حتى الشبع. وفي أحد الأيام ذهب الجميع إلى نفس المكان المعتاد ولم يجدوا أي جبن. انقسم الأربعة إلى قسمين: القسم الأول الذي يمثل الفئران واللذان بدورهما تحركا للبحث عن مكان آخر يجد فيه الغذاء دون أي مقاومة للفكرة أو حتى خوف من عملية البحث. القسم الثاني وهما القزمان هاو وهيم، أصابهما الذهول والاستنكار، وكأنهما يحلمان وأن هذا لم يكن حقيقة. وبعد مرور بعض الوقت الذي قضياه في الشكوى والبكاء على اللبن المسكوب، قرر هاو أن لا يستسلم لهذا الوضع وأن يتحرك للبحث عن مصدر آخر ومكان آخر للجبن بنفسه. أما هيم هو ما زال في حالة صدمة واستنكار للموقف، وقرر أن ينتظر آملا أن الأمور سوف تتغير من تلقاء نفسها وأن الجب سوف يظهر مرة أخرى من العدم. ورفض هيم أن يشارك صديقه رحلة البحث داخل المتاهة عن مصدر آخر للرزق في مكان جديد. إن المشاعر التي كانت تتملك هاو في تلك اللحظة هي مشاعر الخوف من المجهول والخوف من الضياع، وقبل هذا وذاك الخوف الشديد من عدم وجود الجبن الذي يمثل له الحياة والأمان والاستقرار. وبالرغم من كل تلك المشاعر السلبية المحبطة، إلا أنه كان واثق في قرارة نفسه أن جلوسه وانتظاره ليس فيه أي أمل لتغيير الوضع الراهن، وأن رحلة البحث مهما كانت مقلقة بالنسبة له إلا أنه يرى فيها أمل بأن يجد ما يريد. بدأ هام رحلته وهو مليء بمشاعر الخوف والقلق، ولكن إصراره على تغيير الموقف شجعه أن يستمر في رحلة البحث هذه. وكان لديه الكثير من الوقت داخل المتاهة، وساعده ذلك على التفكير بتمعن فيما حدث. وبدأ يسأل نفسه كيف اختفت قطعة الجبن، وفجأة طرأت له فكرة جديدة: قد تكون قطعة الجبن تقلصت تدريجيا حتى نفذت دون أن ندري، ولأننا غير متوقعين أنها سوف تنفذ في يوم من الأيام لم نستعد أبدا ولم نحاول البحث عن مصادر أخرى للغذاء، وقد يكون طعمها تغير ونحن لم نشعر بذلك لأنها الخيار الوحيد أمامنا. وأخذ هاو يكتب على جدران المتاهة الدروس المستفادة من هذا الموقف ليذكر نفسه ويجعل تلك الكلمات بمثابة دليل له في رحلة الرجوع. وأثناء سيره في المتاهة وجد قطعة صغيرة من الجبن
فرح بها كثيرا وأخذ يأكل منها، وتذكر صديقه وهو ما زال يكرر في قرارة نفسه علّه كان معي. أكل هاو من الجبن وترك الباقي معه، وقال لنفسه سوف أترك هذه القطعة لهيم أو لنفسي أثناء الرحلة. كانت القطعة الصغيرة من الجبن بمثابة دليل على أن هاو يسير في الاتجاه الصحيح، وأشعره ذلك ببعض من الطمأنينة. وفجأة وجد هاو مكان مظلم جدا، وكان عليه أن يدخله، ورغم الخوف الشديد الذي تملكه إلا أنه واصل السير قائلا لنفسه إن كل المسافة السابقة لم تكن بهذا السوء الذي توقعته قبل أن أبدأ رحلتي، ولكني سوف أسير بهدوء وحذر في هذا المكان المجهول. الجميل في الأمر أن هاو شعر أنه قد تعلم الكثير من تلك الرحلة، وأن إدراكه قد تطور حتى نظرته للأمور قد اختلفت عن ذي قبل. ومن هنا استنتج هاو أن التغيير أمر واجب، وأن الإقدام لابد منه في عملية التغيير. وإذا تجاوزت شعورك بالخوف سوف تكون الأمور ليست بالصعوبة المتوقعة. أخذ هاو يتخيل أن الجبن الجديد ألذ وأكثر من القديم، ويطلق على هذه الحالة عملية التصور. وبهذه الصورة نجح هاو في تشجيع نفسه واستمد حماسه من التصور الإيجابي الذي ركز عليه، وهذا بالفعل ساعده كثيرا لإكمال رحلة البحث. رجع هاو لصديقه هيم لكي يعطيه الجبن الذي وجده ويشجعه على أن يأتي معه لكي يجد الجبن الجديد، لكن للأسف رفض هيم قطعة الجبن الجديدة وقال له اذهب أنت، أنا لن أذهب حتى تأتي لي جبنتي التي اعتدت عليها. وبعد محاولات فاشلة من هاو في إقناع هيم قرر أن يتركه ويسير بمفرده. وتعلم هاو من هذا الموقف أيضا أنك لا يمكن أن تجبر أحدا على التغيير طالما هو لا يرغب في ذلك. تعلم هاو الدرس جيدا بأن أفكارك القديمة لا تجدي نفعا في طريقك الجديد، وأن الإنسان يجب عليه أن يستمتع في رحلة بحثه عن الهدف الجديد. حينها فقط وجد هاو مخزن مملوء بالجبن الطازج اللذيذ، لأنه كان بالفعل مستعد لاستقبال الرزق الجديد. وتذكر هاو صديقه الذي رفض أن يخوض رحلة البحث معه بسبب معتقداته البالية المحبطة، ومن ثم قد حرم نفسه من هذا الرزق الوفير. وفجأة وجد هاو أصدقاء الفئران يأكلون ويستمتعون، وقالوا له لقد نفس الجبن، فكان من الواجب علينا أن لا نتوقف عن البحث حتى نجد جبنا آخر، وها قد وجدنا. اندهش هاو من طريقة تفكيرهم المرنة والمنطقية في نفس الوقت، وأصبح هيم الخاسر الوحيد في تلك القصة لأنه لم يقبل التغيير. الدروس المستفادة من القصة: 1- التغيير يحدث. 2- قطع الجبن تتحرك باستمرار. 3- توقع التغيير واستعد له. 4- راقب التغيير. 5- اشم رائحة جبنتك حتى تعرف متى أصابها العطب. 6- تكيف مع التغيير بسرعة. 7- كلما أسرعت في التخلص من الجبن القديم سوف تحصل على جبن جديد. 8- تغير واستمتع بالتغيير، بل واستمتع كل مرة بالرحلة ككل. الدروس المستفادة من وجهة نظري الشخصية وبعيدا عن الكاتب، إن التغيير في حد ذاته حالة من الاستعداد التي تتوقف على مراقبة الإنسان لوضعه الراهن والرغبة الحقيقية في تحسين هذا الوضع إلى الأفضل. ولذلك فإن عملية التغيير في حد ذاتها نابعة من وعيك الداخلي وإدراكك للأمور ورغبتك في التقدم.
إن المشاعر هي المحرك الفعلي للإنسان، وهي التي تحدد السلوك لكل منا، وذلك بناء على المعلومات والخبرات المسجلة في العقل الباطن. تلك المعلومات التي أطلق عليها الداتا الفعلية للإنسان سواء كان على علم بها أو لا. ولذلك يجب علينا أن نراقب مشاعرنا ونحللها بكل هدوء ودون مقاومة أو شعور بالتوتر، وننتقي منها ما ينفعنا في رحلتنا في الحياة. المعرفة الحقيقية تأتي أثناء الرحلة وليس قبلها. ما قبل الرحلة فقط دراسة وجمع معلومات، أما الحقائق تكون أثناء الرحلة نفسها. ومن وجهة نظري أن أفضل وأقوى الخبرات هي ما نستنتجها بأنفسنا بعد خوض موقف معين، بشرط أن تكون الصورة واضحة والحيادية موجودة حتى نطلق أحكام موزونة وغير متطرفة. مشاعر الخوف من أي جديد ما هي إلا سيناريو وهمي ينسجه لك عقلك الواعي أو اللاواعي، وأحيانا الاثنين معا، ظنا من عقلك أن هذا الجديد خطر عليك وأنه يحميك من هذا الخطر عن طريق بث مشاعر الخوف والقلق إليك حيال الخطوة الجديدة. ولكن انتبه، أنت من يسمح لهذا العقل أن يتمادى في تخويفك أو أن يتوقف كليا، وذلك لأنك قررت المضي قدما دون الالتفات إلى تلك المخاوف. قبل أن تبدأ أي رحلة عليك أولا أن تعد نفسك جيدا، وأن تهيئ ذاتك من البداية على المرونة، وإنه ليس هناك أي مجال للانسحاب أو الاستسلام. هكذا يتعامل الناجحون والمتميزون. تعلم أن يكون لك أكثر من مصدر في كل جانب من جوانب حياتك، فأنت بذلك تكون مستعد لأي مستجدات مهما كانت قوية. فعليك أن تتوقع التغيير ليس هذا وحسب، بل وأن تكون مستعدا له وجاهز أن تغيره لصالحك.